تطبيقاً لأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف وحقوق المجاورة، صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم فيما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والتواصل السيد محمد المهدي بن سعيد. يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتميم القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/14/190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 29 دجنبر 2014، حيث حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. مجلس الحكومة صدق أيضاً على مشروع مرسوم يقضي بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجع. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد أيت الطالب. تضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1/24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2/00، وتحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2/24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10% من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا ومن ثمن الشراء دون احتساب الرسوم بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة. ضمن أشغاله اطلع المجلس على الاتفاقية بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل الموقعة بالرباط في 9 من مايو 2023، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس، وذلك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا. وفي ختام أشغاله صدق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.